هنا في الشوكليت، عارفين الشوكليت اللي جواها البسكوت ده اهي، بصوا حلوه قوي. عايزه اقول لكم من احلى الشوكولاتات. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ في هنا هنهرسها كده، نفتفتها يعني. فتفتة مش صغيرة يعني، فتفتة كبيرة. طب نفتفتها، وهيبقى معانا ايه بقى؟ هيبقى معانا كاسترد، معانا موز، معانا شربات نعناع. طب يا غدا ما عندناش شربات نعناع، هتعملوا ايه؟ حطوا اي نوع شربات عندكم. طب ما عندناش اصلا شربات، ما تحطوش، اعملوها كده في الشوكولاته والكاسترد وصوص الشوكولاته. بس النعناع بيديها فليفر مش طبيعي. نحطها في الطبق ده. انا والله ممكن قبل ما اعمل بس اللي اعمل حاجه كده ايه بسيطه قوي 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 من النعناع. ماشي، جربوه بجد، جربوه. هحط هنا شربات النعناع، عليه الكاسترد، ونقلب. شايفين اللون؟ لون طبيعي. ازود سنه كمان. كده من شربات النعناع. الريحة فظيعة. انا اصلا بحب الشوكولاتة اللي بنكهة النعناع جدا. ماشي، متبقي هنا شوية كاسترد. انا ايه، بما انه بايركس ترانسبارون، عايزة ايه احط كده ايه الالوان. نفرده بس كده بالمعلقه، نسويه عشان لما يجي يجمد يبقى شكله حلو، لان طبعا هندخله التلاجة مش اقل من ساعتين. انا كده ايه سخنت الشوكولاته، مش عارفه والله اعملها كده، بفكر ايه احطها افردها بسرعه بس وهي ايه سايحه كده.